هذا السلايد يتكون من كل هاي الأشياء اللي لونها أبيض. هاي الأشياء اللي هي تجمع من الخلايا الإفرازية دي يتجمعون، وكلمة يعني أكو خلايا إفرازية تتجمع معناها أسنة، ولأنه هم لونهم أبيض لأنه يفرزون ميوكاس فاسمهم ميوكاس أسنة. هاي الميوكاس أسنة تكون النواة مالتها يعني تكون بريفرال أو مو بريفرال، وإنما صار على الجانب بحيث مسوية مثل الحلقة داير مداير الميوكاس أسنة، يعني هاي الأنوية مالتها صايرة هنا بالقاعدة. فهاي الميوكاس أسنة يعني دا تكون لي كل هاي السكشن هذا السلايد، وإحنا لازم نثبت عندنا إنه لما أشوف السلايد كله ميوكاس أسنة فهذا معناه إنه الغدة اللي قدامنا هي سبلينجوال جلاند. سبلينجوال، السبلينجوال جلاند هي اللي تتكون من ميوكاس أسنة هواي. وهم يعني عندي هنا هذول الدكت واضحين، هاي انتركليتد دكت. ليش؟ لأنه صغيرة وخلاياها مربعة. وهاي سترايتد دكت. من يجي السؤال identify the slide رح نكتب له انه هاي sublingual gland، ومن يريد features فنكتب له انه شفنا ميوكاس أسني، نشوف الدكت هو بأنواعها، يعني مثلا هنا هاي الدكت هاي اسمها interlobular دكت. هاي interlobular دكت شنو السبب؟ لان اكو connective tissue دي يوصل يعني ما بين وحدة وثانية، هاي connective tissue هو اللي دي يقسم الجلاند. وهما انتو قدرون تكتبوا له انو احنا شفنا هاي الستريتد دكت وانواع الدكت اللي تشوفوها.